يا الله سلام عليكم. سورة من القرآن الكريم تحميك من شكو إنسان مسيء بحياتك وشكو إنسان يريد يأذيك أو ناوي راح يأذيك. هاي السورة إذا سمعتها يومية الصبح الله سبحانه وتعالى يجعلك بوسط دائرة محمية، ما حد يقدر يأذيك بإذن الله تعالى. يا سورة، سورة التغابن، هاي السورة المباركة يومية تسمعها الصبح تهدي ثوابه إلى سيدتي فاطمة الزهراء. ملاحظة، أنا هواي أنزل فيديوهات تقول لي شيخنا يصير اسمع فلان صورة وفلان صورة وفلان صورة وفلان ورد وفلان ورد. نعم نعم، اسمع كل شيء، خلي حياتك عبارة عن قرآن الكريم، واشتغل واعمل بالسيارة شغل قرآن الكريم، بالمحل شغل قرآن، بالبيت شغل قرآن، انت بسفر بطريق اشو احنا كنا مكنكين بالتليفونات شغل قرآن، ليش ما شغل قرآن؟ وشوف الراحة النفسية وشوف الخير اللي الله راح يمدك به. وامشي لا تنسوا الوالدين. خالص دعاكم، السلام عليكم ورحمة الله.